السلام عليكم. معاذ مراكشي بن جعفر، رئيس نادي التواصل الصحي، المشرف على النشاط ديال الاسعافات الاوليه اللي كنشاهدوا اليوم بشراكه مع جمعيه نوادي وجمعيه كليه الطب وكليه الطب والشركه ديال سيتي باص. هذا النشاط ديال الاسعافات الاوليه اللي استفدوا منه سائقي حافلات العموميه في فاس كيندرج بين انشطه اللي كيقوم بهم نادي التواصل الصحي بهدف نشر الوعي الصحي في المجتمع، محاربه الافكار الصحيه الخاطئه اللي كتدور عند العامه. هذا النشاط كيندرج صراحه هذا الهدف ديال الاسعافات الاوليه في المجتمعات المتقدمه، هو الهدف ديالو هو انه يوصل ل 20% ديال المجتمع. وكون اننا كنقراو المعلومات الصحيه بالفرنسيه كيكون كيشكل حاجز بينها وبين الوصول ديالها للمجتمع. ولهذا نادي التواصل الصحي كيندرج الهدف ديالو في انه يترجم داك المعلومه الصحيه ويوصلها للمجتمع. ولان مجتمع سليم فيه مجتمع سليم صحيا كيؤدي فيه كل فرد ادوار ديالو على اتم وجه. وشكرا. السلام عليكم. الازهر ياسر، مسؤول على الواجب المجتمعي داخل جمعيه اتحاد ونوادي طلبه الطب بكليه الصيدله والطب بفاس. هذا النشاط كيندرج ضمن الشراكه اللي قامت بها كليه الطب والصيدله بفاس مع شركه سيتي باص. هذا النشاط هو هيقوم على تكوين 100 سائق ديال حافله النقل، اي ما يشكل تقريبا 25% من سائقي حافله سيتي باص، خلال مده زمنيه تتراوح من 3 مارس الى 24 مارس. هذا النشاط كيندرج ضمن مجموعه مختلفه الانشطه اللي كيقوم بها جمعيات نوادي وكل نوادي وجمعيات كليه الطب والصيدله بفاس، اللي كتهدف الى انفتاح المجتمع، اللي كتهدف الى رفع من قيم الوعي الصحي داخل المجتمع المغربي وخصوصا مدينه فاس، باعتبار ان هذه الكليه هي قاطبه داخل المدينه ديالها. حنا كنامنوا كطلبه ديال الطب بانه باعتبارنا جزء لا يتجزا من المنظومه الصحيه، باعتبارنا واحد الحجر ديال الاساس، باعتبارنا واحد اطباء الغد. الدور ديالنا كيتجلى في القيام بمجموعه ديال المراحل ديال التوعيه واللي كتبلور على ارض الواقع بشراكه مع سيتي باص، بفضل الكليه ديال الطب والصيدله بفاس اللي فتحت الابواب ديالها لهاد الناس اللي جاو واستافدوا من هاد التكوين اللي كيجعلهم قادين، كيجعلهم انهم يمكن لهم يدخلوا في حالات كان هناك حالات خطر بالنسبه لاحد راكبي الشاحنات. حنا كطلبه الطب نؤكدوا العزم ديالنا والمضي ديالنا قدما نحو الرفع من الوعي المجتمعي فيما يخص المعلومه الصحيه. شكرا. عرفت شنو في نظرك انت السي، شنو السبب اللي غيكون طيحوش باش غتعرفوا كيفاش طاح؟ شنو السبب اللي يقدر يكون طيح السي؟ مثلا اسيون صراحه هاد اللي كاينين جوج ديال المواضيع اللي هما كبار، ان ديك الانسان اللي سخف فقد الوعي وفقد التنفس بجوج، ولا ديك الانسان اللي سخف فقد الوعي ولكن التنفس مازال. حيت الاسعافات الاوليه الانسان اللي هو فاقد للوعي وللتنفس ماشي نفس الاسعافات اللي الانسان اللي فاقد للوعي ولكن مازال كيتنفس. هاد الانسان اللي فاقد للوعي وفاقد للتنفس هذا هو اللي كنسميوه الانسان في السكته قلبيه، صافي؟ الانسان في السكته قلبيه باش كيتحدث شنو قلنا؟ فاقد للتنفس. الانسان كاين حاجه ثانيه صار
السبب.